احنا متعودين نسمع قصة، يبقى انت اكيد عامل لنا مفاجأة في القصة دي. فعلا يا مايكل، انا محضر قصة جميلة جدا. تخيل كده، ممكن احكي لكم ايه؟ هتحكي لنا ايه يا بابا نويل؟ هتحكي لنا ايه؟ اكيد قصة برضو ليها دعوة بالميلاد، صح؟ انا قررت احكي واعرفكم عن قصتي وحياتي، انا شخصيتي ازاي وكنت ايه وانا صغير وعملت ايه وانا كبير. جاهز تسمع معايا؟ جاهز طبعا يا بابا نويل. واصحابي جاهزين؟ جاهزين. كله جاهز. بصوا بقى يا اصحابي يا حلوين، انا زمان خالص خالص كنت عايش مع بابا وماما، حلوين قوي قوي، بيحبوني كتير جدا جدا. وبابا اسمه إبيفانيوس وماما كان اسمها تونة. بابا إبيفانيوس وماما كان اسمها تونة، وعلموني وربوني على تعاليم بابا يسوع الجميلة، وكانوا بيعرفوني ازاي ما اكدبش وما احلفش وما اعملش اي حاجة وحشة خالص خالص، لانهم كان قلوبهم جميلة وفعلا علموني كل الحاجات الايه الجميلة. وبابا وماما يا مايكل كان عندهم فلوس كتيرة جدا جدا، كانوا اغنياء كتير قوي قوي، فلوس بقى في كل مكان. وعلموني ان انا لازم ادي كل الناس من صغري على كده، علمونا ازاي ادي وما اخدش الحاجه لنفسي، اجيب مصاصه ليا ابدا ابدا، اجيب شيبس اكله ابدا ابدا، اجيب حاجه ليا لا خالص. ولما كبرت شويه بشويه بشويه، بابا وماما سابوني وراحوا فوق عند ربنا، سابوني وقاعد لوحدي، ما بقاش حد معايا، ما بقاش في حد يونسني ولا اي حاجه خالص. بابا وماما إبيفانيوس وتونة سابوني فوق وطلعوا عند ربنا، لكن كان مين بيونسني ومين بيساعدني ومين بيديني القوه؟ تخيل مين كده يا مايكل؟ ربنا اكيد كان بيساعدك يا بابا نويل. ايوه فعلا، ربنا كان دايما يساعدني، يديني القوه ويحافظ عليا ويقول لي طبعا ان انا اعمل كل حاجه جميله. ولما كبرت شويه بشويه شويه بشويه، ابتديت افكر كده وقلت انا لازم اعمل حاجه حلوه جدا جدا، انا بحب ربنا قوي قوي ونفسي اعيش له على طول واكون معاه في كل حاجه. فكرت وقلت احسن حل اروح اترهبن. اروح اعمل ايه؟ اروح اترهبن واعيش لربنا، اصلي واصوم على طول واسبح ربنا في كل خطوه وكل وقت، لان انا بحب ربنا كتير. وبقيت فعلا رحت اترهبنت، واصحى الصبح بدري واصلي واقول يا رب يسوع يا جميل يا حنين يا اللي بتحبنا كتير، من فضلك يا رب اقف معايا، انا ابنك الصغير، انا حبيبك، اوعى تسيبني ابدا يا رب، خلي بالك مني وخلي بالك من كل الناس وخلي بالك من الاسقف كمان ومن سيدنا البابا. وقعدت كده افكر ان انا لازم اساعد الناس اكتر واكتر، لاني زي ما انا قلت من شويه، بابا وماما لما سابوني سابولي فلوس كتيرة جدا جدا. طب قولي كده، أصرفها وأجيب قصر لنفسي؟ لا طبعا. طب أجيب حاجة حلوة كده، فرخة كبيرة أكلها ليا؟ هو ممكن يعني يا بابا نويل، مش غلط. مش غلط، لكن بصراحة بقى يا مايكل أنا ما كنتش عايز آكل ولا كنت عايز أشرب ولا كنت عايز أعمل أي حاجة من الكلام ده، قد ما نفسي أعيش مع ربنا الجميل الحلو الحنين اللي بحبه دايما على طول. وفكرت إن أنا أعمل حاجة حلوة جدا جدا بكل الفلوس دي، وهي إن أنا أساعد الناس اللي ما عندهمش فلوس. يعني مثلا حد جعان أجيب له أكل، حد سقعان والجو ساقع جدا جدا أجيب له هدوم، وأساعد كل الناس عشان خاطر ربنا علمنا إن إحنا نساعد كل اللي حوالينا. وسمعت يا مايكل انتوا كل الاولاد، سمعت ان كان في راجل، الراجل ده عنده 3 بنات. عنده كام بنت يا اولاد؟ 3 بنات. برافو عليكم.
وكان عنده فلوس وحاجات حلوة كتير، لكن للأسف مع مرور الوقت ابتدت كل الفلوس والحاجات اللي عنده راحت شوية بشوية، لحد ما بقاش معاه ولا فلوس ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة خالص خالص. وابتدت البنات ديت تكبر شوية بشوية وجيه عليهم سن الجواز، وطبعا يا مايكل زي ما انت عارف فلوس الجواز كتيرة قوي قوي، لازم يجيب عفش ولازم يجيب حاجات كتيرة خالص خالص، والراجل ما كانش عنده فلوس يجيب اي حاجة. انا بقى كنت عارف قصة الراجل ده اللي هو ما كانش معاه فلوس عشان يجوز بناته، وقفت كده وصلي وأقول يا رب يا جميل يا حنين ساعدني وقف معايا عشان أساعد الراجل ده اللي عنده كام بنت؟ ثلاثة. برافو عليكم. وجيت كده يا ولاد وكان الراجل وهو نايم اتخبيت كده هوت ومحدش عرفني، وخبطت كده على باب الشقة تك 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 تك. الراجل قال ايه؟ مين؟ انا هخبط وانتوا قولوا مين. تك 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 تك. مين؟ برافو عليكم. ومسكت كيس الفلوس وقلت هوب، وحدفته ايه على باب الشقة وطلعت اجري 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 اجري. الراجل كده فتح باب الشقة يبص يمين ما يلاقيش حد، يبص شمال برضو ما يلاقيش حد، يبص تحت رجله يلاقي يا ولاد كيس مليان فلوس، يفتح الكيس ويلاقي ان مليان فلوس كتيرة قوي قوي، يقف ويشكر ربنا ويبقى فرحان جامد قوي قوي ويجوز اول بنت. يجوز ايه؟ اول بنت. برافو عليكم. وتمر الأوقات والوقت كده هوت، وعرفت برضو إن فلوس الراجل خلصت اللي أنا جبتها له بعد ما جوز أول بنت، وجه الدور على البنت التانية إنه يجوزها، وبرضو ما كانش معاه فلوس ولا أي حاجة خالص ولا أكل ولا شرب، وكانت حياته بؤس جامد جامد. وجيت أنا برضو بالليل والراجل كان نايم كده هو، يلا كلنا ننام. برافو عليكم. وانا جيت بالليل يا ولاد وجبت كيس كده حلو حطيت فيه فلوس، وخبطت كده للمره الثانيه على باب الشقه كده تيك 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 تيك. مين؟ برافو عليكم. الراجل قام منطور كده يا اصحابي يا حلوين وقال الله ده مين اللي بيخبط عليا في الوقت المتاخر ده، انا افتح واشوف مين. فتح للراجل للمره الثانيه الباب يبص يمين ما يلاقي حد، يبص شمال برضه ما يلاقيش حد، يمشي كده قدام شويه وهوب يلاقي تحت رجله كيس برضه مليان فلوس وحاجات حلوه كتير قوي قوي. الله، الراجل يقول يا سلام ده مين اللي بيجيب لي الحاجات دي، يبص في كل مكان ويدور يا ترى مين يا ترى مين. طبعا ما كانش عارف ان انا اللي كنت بجيب له ايه الحاجات ديت والفلوس. برافو عليكم. وللمرة التالتة جه الراجل برضو فلوسه خلصت، قال الله برضو للمرة التالتة فلوسي خلصت، طب يا ترى هيجيلي فلوس تاني ولا لأ؟ أنا قلت برضو للمرة التالتة هبعت له فلوس وأعمل زي ما عملت أول مرة وتاني مرة. لكن الراجل كان حكيم جدا جدا وعمل نفسه بالليل نايم كده وكده، يعني عين مفتحة وعين مغمضة كده هو. وانا جيت بالليل للمرة التالتة وما كنتش عارف ان الراجل عين مفتحة وعين مغمضة، ومسكت كيس الفلوس اللي جبته له وبرضو خبطت على باب الشقة تيك 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 تيك. مين؟ ومسكت كيس الفلوس وهوب حدفته على باب الشقة،
وانا لسه بقول هوب وبطلع اجري زي كل مره. الراجل بسرعه راح فتح الباب وجري ورايا، انا اجري وهو يجري، انا اجري وهو يجري، انا اجري وهو يجري، لحد ما نفسي اتقطع وقال لي استنى انا عايز اعرف انت مين، انت اللي بتجيب الفلوس والحاجات الحلوه دي. قلت له لا يا عم سيبني، مالكش دعوه بيا، مالكش دعوه، مش هقول لك انا مين. قال لي لا انا لازم اعرف انت مين. وفعلا يا صحابي يا حلوين انا كنت متخفي وما كنتش لابس اللبس المعتاد بتاعي اللي هو لبس الايه، لبس ابونا، وشال كل حاجه كده من عليا. قال لي الله، هو انت يا ابونا، انت اللي بتجيب لي كل الحاجات والفلوس الحلوه. قلت له لا يا حبيبي مش انا، ده ربنا هو اللي بيحبك، ربنا اللي فاكرك، ربنا بيموت فيك، ربنا بيحبك كتير قوي قوي، عشان كده امرني ان انا ايه اساعدك. وانا الفلوس دي كنت هعمل بيها ايه؟ ولا هاكل بيها ولا هشرب بيها، ده انا راهب، ده انا ما بحبش الكلام ده خالص خالص. انبسط جدا جدا الراجل وشكرني، وانا ايه مشيت. وتمر السنين السنين ويعرفوا طبعا ان انا راجل كويس، طبعا ولا كويس ولا حاجه، ده انا راجل غلبان وعلى قد حالي، وياخدوني ويعملوني اسقف. يعملوني ايه؟ اسقف على مدينه اسمها مورة. وطبعا قلت لهم ده انا راجل غلبان، صلوا لي كتير، انا ما اقدرش اعمل حاجه، لكن كان يا ولاد ربنا بيساعدني، ربنا بيقف معايا، ربنا بيخلي باله ايه مني. ودي كانت قصتي، وانا كنت ايه فرحان كتير جدا جدا اني بساعد كل الناس اللي حواليا. ايه رايك يا مايكل في القصه بتاعتي المتواضعه الصغيره البسيطه ديت؟ اوعى تقول كده يا بابا نويل، قصة القديس نيقولاوس دي قصة جميلة خالص، وبالتالي لولا الراجل اللي انت حكيت قصته ده اللي قدر يكتشف حقيقة الشخص ده، ممكن ما كناش نعرف كلنا دلوقتي عن الحاجات الجميلة اللي بابا نويل أو سانتا كلوز كان بيعملها. وعشان كده دلوقتي هو بقى رمز لينا في وقت الميلاد، ميلاد بابا يسوع اللي مليان حب مليان عطاء، الوقت اللي بنفتكر فيه كل أصحابنا، نفتكر كل حبايبنا، نفتكر أعدائنا، ونصالح بعض ونحب بعض خالص، لأن ده كان وقت تجسد الحب ربنا. الكلمة لما جه هي كانت هي دي الفكرة بتاعته، إن هو ده كان أعظم حب في العالم حصل، إن يسوع اتولد في بيت لحم في مزود صغير وبسيط عشان يفدي بيه البشرية كلها.